السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلت مع حضراتكم أحبتي في الله إلى الصفحة الأخيرة من الجزء الأول، الصفحة رقم 21. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقات، وخذوا ما يفيدكم واتركوا ما يربككم. تمام؟ نبدأ على بركة الله. أين وردت كلمة تهتدوا؟ وردت كلمة تهتدوا 3 مرات في السور البقرة، الأنعام، النور. ونضبطها على قاعدة الضبط بالجملة الإنشائية: تهتدوا في النور ولكم بقرة الأنعام. وفي الأنعام بزيادة اللام لتهتدوا، خليها في بالك وشوفوا كيف. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه أول آية من الصفحة 21، آخر صفحة من الجزء الأول، 135 الآية رقمها. في الأنعام الآية 97: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. لاحظتم أنه هنا جاءت باللام. الآية في سورة النور: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. بهذه أحبتي في الله ضبطناها، ولكن انظر إلى البقرة والنور. بقرة، نور، اثنينتهم بهم راء، طرفين، جاءت تهتدوا. في الأنعام جاءت لتهتدوا، اختلفت بزيادة الله، اختلاف الوسط بين الطرفين المتشابهين. ولا يوجد في الأنعام حرف الراء، إذن بقرة راء، نور راء، جاءت تهتدوا. في الأنعام اختلفت، جاءت لتهتدوا، حتى أنت بالنسبة لك ما تلتبس عليك. كيف نضبط الآيات؟ وما كان من المشركين، ولم يكن من المشركين. الأصل في القرآن أحبتي، لما أقول الأصل يعني أكثر ما يرد، وما كان من المشركين تكررت 5 مرات في البقرة، لعمران موضعان، الأنعام، النحل الموضع الثاني، وما كان من المشركين. وممكن أن نضبطها في هذا البيت: واقرأ 5 وما كان من المشركين، بقرة الأنعام لعمران، كذا النحل يا مسلمين. بقرة الأنعام لعمران، كذا النحل يا مسلمين، يعني حتى النحل لعمران، يعني كذا النحل يا مسلمين. في البقرة: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. في آل عمران: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الموضع الوحيد الذي جاءت كلمة مسلما بعد حنيفا، ورح أقول لكم ليش. آل عمران الثاني: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. في الأنعام: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. في النحل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. المهم أحبتي في الله أن تعلم أن الصيغة ولم يكن من المشركين جاءت وحيدة في القرآن في الموضع الأول من سورة النحل الآية 120، في نفس الصفحة، الصفحة الأخيرة من سورة النحل التي جاء فيها الموضعان في سورة النحل، هذا الأول. ونضبطه على قاعدة العناية بالآية الوحيدة: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. واضح؟ هنا ملاحظة: في كل المواضع أتت حنيفة قبلها، حنيفة، إلا في الموضع الأول من آل عمران أتت حنيفا مسلما. تعرفوا ليش؟ لأنه جاء في سياق الآية: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، فجاء التأكيد هنا بكلمة مسلمة بعد كلمة حنيفة. في سورة الأنعام الموضع الأول الآية 79: جاءت حنيفا وما أنا من المشركين، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وهنا كلام سيدنا إبراهيم عليه السلام عن نفسه، حيث قال في بداية الآية: إني وجهت وجهي،
فانتبهوا، وهذه الصيغة هي الوحيدة في القرآن الكريم. طبعا لما أقول وحيدة أنتم رأسا تعرفوا العناية، قاعدة العناية بالآية الوحيدة. وما أنا، لأنه ماذا عدنا؟ وما كان التي ترد في القرآن، التي تتكرر كثيرا في القرآن. ليش؟ لأنه هو يتكلم، هو يقول إني وجهت وجهي وما أنا من المشركين، وما راح تلتبس عليكم. فائدة تدبرية، ملة إبراهيم حنيف. قال ابن عباس رضي الله عنه: الحنيف المائل عن الأديان كلها إلى دين الإسلام. سؤال جديد: كيف نضبط الآيات؟ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في البقرة، كما حدثتكم في يعني مرت معنا في الصفحة 20، وقل آمنا بالله وما أنزل علينا في آل عمران. المواضع: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي تكررت النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. آل عمران اللي اختلف يا أحبتي أنه علينا بدل إلينا، وما أنزل علينا بعد وما أنزل على إبراهيم إلى إبراهيم في البقرة. شوفوا أحبتي، وما أوتي مرة واحدة وجمعت، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قبلها بآية البقرة بدأت بكلمة وقالوا، فبدأت الآية التي بعدها قولوا، وقالوا كونوا هودا بعد قولوا. انتبهوا حتى أنه أنا وين، لأنه في البقرة بدأت، في آل عمران بدأت قل، والكلام موجه لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه تختلف، هناك فرق، لاحظتم؟ حتى أنا ما تلتبس علي. قولوا في البقرة لأنه بدأت قبلها قالوا، وهنا قل. في البقرة جاءت إلينا، وفي عمران علينا. نربط كحرف وبسهولة عين عمران مع عين علينا، فإذا أنا هذه سهلت لي المهمة. علينا في عمران، عين مع عين، إلينا في البقرة، على قاعدة ربط حرف من الموضع المتشابه مع حرف اسم السورة، وأيضا نضبطهم على قاعدة الترتيب الهجائي. الهمزة إلينا في البقرة، عين علينا جاءت في آل عمران، والهمزة تسبق العين في ترتيب الحروف الأبجدية. طيب، في البقرة تكررت وما أوتي، وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبيون، بينما في آل عمران جمعها وما أوتي موسى وعيسى والنبيون، يعني تكررت مرتين وما أوتي في البقرة، ونضبطها على قاعدة الزيادة للسورة الأطول. احنا الآن نضبط، وإذا كان هنالك توجيه راح نعرف ونفهم ليش. إذا مرتين وما أوتي في البقرة، البقرة أطول من آل عمران، إذا مرة واحدة في آل عمران. فائدة أولى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، قل آمنا بالله وما أنزل علينا. الكتب انتهت عند الناس، لذا أمروا بقوله تعالى قولوا وإلينا، قولوا وإلينا، لأن إلى تفيد انتهاء الغاية. والكتب نزلت على الأنبياء، لذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله قل، وجاء معها علينا وعلى، فيها ثقل وتكليف. انتبهتوا ليش الآن إلينا علينا، ومن المقصود بقول، ومن المقصود بقل؟ فائدة أخرى: الموضع الثاني الذي أعيد فيه لفظة أوتي من سورة البقرة ولم ترد في آية آل عمران. الجواب: إنما اختصر هنالك لأن العشر التي فيها مصدرة بقوله وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فقدم هذه الآية 187 آل عمران، فقدم ذكر إيتاء الكتاب فيها. لاحظتم أوتوا الكتاب، قدم واكتفى بعدها عن التكرير،
في الموضع الذي كرر فيه من سورة البقرة على سبيل التأكيد. هذا طبعا كلام من درة التنزيل وغرة التأويل. فائدة أخرى، الأمر في الآية من سورة آل عمران لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لذا بدأت قل، فالوحي أنزل عليه مباشرة، وكما قلنا على فيها ثقل وتكليف، وكذلك أنزل على باقي الرسل من قبل إلى أقوامهم. لذا أمر الله تعالى رسوله بالإقرار بالإيمان به وبما أنزل الله عليه وما أنزل على الرسل من قبل، لا يفرق هو والمؤمنون بين أحد منهم. أما الآية من سورة البقرة فالأمر لمن؟ للجميع، مؤمنين وأهل كتاب، أن يقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. فالوحي لم ينزل على الناس، وإنما أنزل على الرسل ثم إلى الناس، وكانت رسالة الله إليهم وليس عليهم مباشرة، لذا كانت إلينا في البقرة. والسؤال هنا، لماذا تكررت وما أوتي في البقرة ولم تتكرر في آل عمران؟ تكرار وما أوتي دليل على اختلاف المنهج الذي جاء به كل رسول إلى قومه، لذا تكررت في سورة البقرة، لأن الأمر موجه للمؤمنين وليس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قولوا آمنا، فما أوتي النبيون لأقوامهم باختلاف ببعض الشعائر، ولم تتكرر وما أوتي في آل عمران لأن الأمر موجه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قل آمنا، وكل الرسل جاءهم تبليغ واحد، رسالة الإسلام والتوحيد، فلم يكررها، لا داعي للتكرار في آية آل عمران. أقف هنا وركزوا شوية وأعيدوا الفيديو مرة ومرتين وثلاثة على موضع إلينا علينا، قولوا قل، ما راح تلتبس عليكم. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.